لمناقشة ظاهرة استهداف الناشطين في العراق في ظل تصريحات نور المالكي ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أستاذ نظير مرحبا بكم. موقع أنتي وور الأمريكي يقول إن الشهر الحالي شهد تصاعدا كبيرا لاستهداف الناشطين في وقت يعني يحرض فيه المالكي على الناشطين، هل يريد المالكي إعادة أو استنساخ تجربته مع التظاهرات سواء في 25 من شباط عام 2011 وعام 2012 في ساحات الاعتصام؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة يعني نور المالكي له تاريخ حافل في يعني انتهاك حقوق الإنسان والوقوف أمام أي صوت معارض لهذا النظام السياسي البائس، ولا يتورع عن استخدام العنف والقتل طيلة الثمان سنوات التي حكم فيها العراق، وكانت شواهد هذا العنف واضحة لكل مراقب للشأن العراقي. وهو بهذا الكلام وبحكم أنه هو من يتحكم بالدولة العميقة في داخل العراق يحاول التحريض ضد المتظاهرين السلميين بطريقة فجة وعلنية باستخدام العنف ضد هؤلاء المتظاهرين واعتبارهم مجرد مخربين وليسوا بأصحاب رؤية سياسية. نعم. إنما هم مجرد يريدون أن يسقطوا النظام كما وصفهم يعني في كلامه. نعم. وأعتقد أن التاريخ الذي يشهد عليه كيف تعامل مع التظاهرات في ساحة التحرير عندما كان رئيس وزراء. نعم. ومع ساحات الاعتصام التي خرج فيها المتظاهرون في المحافظات السنية تدلل على عقلية هذا الرجل الدموية، وهو يحرض الآن الحكومة الحالية لاستعادة هيبة الدولة من خلال قتل هؤلاء الناشطين. وهذا يعني ما يعني أستطيع أن أربط بين كلامه وبين حملة الاغتيالات التي الآن ازدادت وتيرتها، وخاصة في مدينة البصرة كل يوم تقريبا نكاد نسمع باغتيال ناشط أو ناشطة في داخل بيوتهم أو في سياراتهم، ويعني يعتقد ان هذه التجربه هي التي سوف يستطيعون من خلالها السيطره على زخم التظاهرات الشبابيه. استاذ نظير، اليوم اغتيلت الناشطه في محافظه البصره الدكتوره ريهام يعقوب، وايضا سيده كانت في سيارتها، وايضا اصابه سيدتين اخريين. ألا يعتبر استهداف وقتل النساء ربما يكون مؤشرا خطيرا على جرأة ووقاحة الميليشيات؟ بالتأكيد أخي الكريم، وإلا المجتمع العراقي لم يشهد مثل هكذا حوادث أن يتم الانتقام من نساء لأسباب هي مجرد التعبير عن الرأي ورؤيتهم فيما يحدث في العراق. هذا دليل على مدى دناءة من يتحكم بالمشهد العراقي الأمني، ومدى حالة اليأس التي وصلوا إليها بحيث أنهم لا يستطيعون مواجهة امرأة إلا من خلال القتل ومن خلال شهر الأسلحة أمامهم. هذا دليل على أنهم وصلوا إلى مرحلة يأس من يعني استعادة نفوذهم داخل الشعب العراقي وخاصة في شريحة الشباب. هذا يعني أنا أعتقد يعني قتل هذه الناشطة ومن قبلها قتل الناشط تحسين وغيرهم من الناشطين يدلل على أن كما هو قال بأن هذه المدن وخاصة الجنوبية التي كانوا يعتقدون أنها حاضنتهم الشعبية الآن بدأت تخرج من أيديهم ويتعرى نفوذهم في هذه المناطق، ودليل على أن في المستقبل القريب لا يكون لهم مستقبل. طيب. ولا يعني نفوذ في هذه المناطق. أستاذ نظير، في إطار التصريحات يعني على سبيل المثال للحصر، النائب عدنان الزرفي يعني صرح في تعليق على الأحداث، قال إن هناك قوى سياسية تحاول إخماد ثورة تشرين بذريعة الفوضى عبر منظومات مسلحة. كيف يمكن وفهم قراءة هذا التصريح أستاذ نظير؟ يعني هذا الرجل الذي يقول هذا التصريح هو من نفس البودقة، من نفس هذه المنظومة السياسية، وهو يعرف بواطن الأمور ربما أكثر من غيره، وهذا يعني يمثل اعتراف بأن هذه القوى السياسية التي تعتمد على المجاميع الإرهابية والمجاميع الميليشياوية في تصفية هؤلاء المتظاهرين. هذا يعني مجرد إثبات جديد على حقيقة نحن جميعا نعلمها،
لأن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات لا تمتلك لغة للتعامل مع التظاهرات الاحتجاجية سوى لغة القتل والاغتيالات، وإلا ما الذي يعني كل جميع عمليات الاغتيال تقيد ضد مجهول؟ يعني ماذا فعل الآن؟ يعني هو هذا الكاظمي ماذا فعل من جديد يختلف عن وزراء السابقين في معالجة يعني هذا الموضوع، موضوع قتل الناشطين؟ يعني قال مدير شرطة البصرة ثم ماذا؟ نعم. يعني وكأنهم هذه المجاميع ترد على الكاظمي بأنك أعجز من أن تقوم بشيء، بحيث زادت وتيرة الاغتيالات بعد إقالة مدير الشرطة ويعني يعني مسؤولين أمنيين آخرين في البصرة وأيضا في الديوانية. طيب. هذا دليل على أنه الحكومة لا تستطيع السيطرة على هذا الملف. أستاذ نظير، برأيكم من المستفيد في موضوع إبقاء العراق ضمن دوامة الفوضى، بحيث يعني تنخرط فيه كل المحافظات هذه المرة؟ كان في السابق المقصود منها المحافظات المنكوبة المنتفضة، أما هذه المرة فمسألة الفوضى تشمل كل المحافظات العراقية، من المستفيد من وراء كل ذلك؟ أخي الكريم، يعني من المعلوم لجميع المراقبين بأن الفوضى لا تخدم سوى الطرف الذي لديه أكبر نفوذ في العراق وهو إيران. استقرار العراق لا يخدم إيران، ولا يعني أي الاستقرار معناها يعني أن يتقدم يعني تقنيا، يتقدم اقتصاديا، يتقدم حتى سياسيا، لكن هذه الأمور لا تصب في مصلحة الطرف الإيراني. هو يحاول أن يجعل العراق في بلد فوضى مستمر، ويعني بعدما يعني انتهى من تحطيم الحواضر السنية الآن ينتقل إلى الحواضر الشيعية، يضرب الإنسان والحجر، يعني لا يتورع عن الإفساد في يعني في دماء المتظاهرين، وكذلك تحطيم البنى التحتية لهذه المناطق. يعني انظر أخي الكريم، هذه المناطق في جلها مناطق زراعية، لكن لا تجد إنتاج زراعي حقيقي موجود في مناطق الجنوب، إنما هو كل استيراد من دولة إيران. نعم. وهذا ما تريده يعني إيران، هذا التحطيم للشعب العراقي وانتشار الفوضى. شكراً. هي حالة مثالية تخدم الطرف الإيراني. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.